السلام عليكم مشاهدينا. اليوم حنايا في الدوار الهاشمي اللي تابع لمنطقه بني خلف، جينا عند واحد السيده الحاله ديالها كتبكي القلب قبل العين، حاله انسانيه مؤثره جدا. سيده كفيفه يعني تحرمت من نعمه البصر منذ الصغر، والادهى ان الابناء ديالها بثلاثه حتى هما كلهم ما كيشوفوش. السيده رشيده، بغينا تعرفين اكثر على الحاله ديالك. الحاله بنيتي ظروفي عايشه صعبه، وليداتي بحالي ما كيشوفوش، تحرمنا من البصر، حمدنا الله وشكرناه، اللهم لك الحمد. عندي سميرة عبد الجليل وسكينة، وأنا رشيدة أمت هاد الوليدات. راجلي اللي كان كيجيب لي لقمة العيش، اللي كان مسكين فرحنا ودخلنا داكشي اللي كتب الله. اليوم صحته قلت وعيا، وراجل كبير كبير في السن، وراه مريض حاليا. دابا رانا عايشة شاد الفراش، بنيتي عايشة ظروفي صعبة، لا من ناحية السكنة مهدرة حقاش، ما عندها الساس حيت عاد دور عشوائي، يعني البنية كله غير عشوائي. وحي شعبي هنا راكم عارفين الدواور ديال الشعبيين، ما عندوش زعما شي ساس ولا شي حاجة. دابا انا ديك الكوزينة اللي عندي اللي كنطيب فيها انا وليداتي مهدة بالترياب، باغا تريب عليا. جا واحد السيد قال لي لا لا، هاد الدار شي مرة، هاد الكوزينة شي مرة تريب عليك، وردي بالك معاها، وردي بالك مع شنو طيح عليك انت وليداتك. قلت له وليدي الغالب الله ما لقيت جد، من سبب العيش ضايعين، السكنه مكرفسين، اش غنقول لك يا بنتي؟ الراجل اللي كان كيدخل عليا لقمه العيش راشد الفراش، وانا شبركت الارض وشديت وليداتي وسديت عليا بابي وبركت الارض، واش غادي ندير؟ وحمدنا الله. كيفاش كتدبري الامور ديال الحياه ديالك في هاد الظروف؟ في هاد الظروف ابنيتي اش غادي نقول لك؟ ما كاينش اللي دخل عليك تقبضة النعناع، ما في حاليش وما عنديش، وما عنديش ابنيتي. وكنتمنى من خوتي المحسنين مغاربه، رانا بنتهم وختهم، يشوفوا ابني بعينهم ويحنوا عليا بقلوبهم. راه الغالب الله والدايم الله، وحمدتك يا ربي وشكرتك، حيت وليداتي تحرموا بزاف د الحوايج، تحرموا من القرايه، تحرموا من نعمة البصر، بزاف الحوايج، كاع الناس اللي كياكلوها واللي كيديروها محرومين منا. وحمدنا الله وشكرنا، واللهم لك الحمد يا بنتي، اللهم لك الحمد. وكي كديري مثلا في الشقه ديال الدار والطياب؟ كنمشي يا بنيتي نشقه باللمس، نعجن خبيزاتي، نخبزهم، نشعل الفران نخبزهم، نطيبهم، وندوز ثاني نعمر كويس ساعتاي، ندير صبعي في البراد بحال هكا تيطيب الماء، نسمعو كيزنزل، حتى انا ما عنديش الشوف، ملي كيزنزل البقراج كنزحا كندير صبعي، ندير عيني عاد، ندير سميتو تخلي واحد سكيكر، ونهز البقراج بيدي باللمس، ونكب ميها، وكنكب في البريد ونحطها فوق البوطه، ونقول يا ربي تعاوني ما نتحرقش على حساب وليداتي، راني نطيب انتم ساكن ما ياكلوا. وسبق لك تحرقتي؟ محروقه، هاي هاتي بنتي. هاي اللي حيت عندي الفران قديم وعاد ديال البوطه، هاي بنيتي شوفي، هاي اللي محروقه، وهانتي كلي هانتي، هانتي يديتي كله محروقين على حسب، حيت البوطه عندي الفران قديم وكترجع لي الدفه كتغفلني وكترجع لي وكتحرقني في يدياتي. واش غادي ندير؟ الحمد لله ما عنديش شي فران زعما يكون زوين اللي ما نحاول ما نتحرقش فيه، ما عنديش بنيتي المعينات مينطات، والله القسم الا مانطه وحده كنتجرف انا والوليدات. والراجل توا دار الاستثمار البارح قال لي يا رشيده وراه دارني البرد عندكم شي كويشه، قلت له والله سيدي ما كاين حاجه، كاينه مانطه وحده كنتجرف فيها، واش غنعطيها الراجل؟ واش غنتغطى بها انا؟ كي غادي ندير؟ نتغطى بالدراريين؟ واش مانطه وحده كتقاسموها كاملين؟ والله الا مانطه وحده بنتي كنتقاسموها كاملين وبنياتي، هانتوما غتشوفي بعينيكم مانطه وحده. اش غادي ندير؟ اش غادي ندير بنتي؟ عايشه واحد العيشه صعبه صعبة صعبة بزاف. راني بنيتي راني ما اش خلي واحد ما تلاجات للناس وعيطت ليهم وحكيت لهم ظروفي، حتى ما حتى باب ما بقى بحبل الفوجي الا باب الرحمة، الله يحلو علينا وعلى جميع المؤمنين. قديم الله بنتي. وهاد المعاناة انت شحال وانت فيها؟ عايشة فيها. وبنيتي راني ملي خلقيت ما كنشوفش، ملي خلقيت ما كنشوفش، ولدت وليداتي زعما باش يهزوني ونقول انا يشوفوا يهزوني ونفعوني نفعوا روسهم، ولكن حمدت الله مني عطاني الامر ديال الله وعطيه لعطيه الله، والخليقه لخليقه الله سبحانه وتعالى عز وجل، حمدت الله مني عطاهم ليا بحال هكا
وانا حمدته وشكرته، ما نفعوني ما نفعوا روسهم، وكنتوجه لله ولخوتنا المحسنين ويشوفوني بعينهم وحنوا عليا بقلوبهم، والله ينصر سيدنا لكن كيشوفني في الاستماع يشوفني بعيني وحن عليا بقلبه، والله يحفظه ويحفظ الاسره العلويه ويطول لنا عمره، سيدنا عزيز علينا الله ينصره لنا والله يحفظه لنا يا ربي. الا شافني راني بغيت سكينه، راني بكرفصه بنتي عندها الحساسيه، الدريه هذه اللي ما كتشوفش راه عندها الحساسيه كتخنق، حيت ما عندناش راجم وخايفين نفس الوقت شنو تحت طايحه علينا. كنتجمعوا غير في هذا البيت كاملين بوحدنا؟ كنتجمعوا بنيتي في هذا البيت بوحدنا، ومني بحال هكا كدرنا السمر تولي للجهه الاخرى داك البيت، حيت ما عنديش، عندي غير جوج بيتات ما عنديش، وبيت في السطح اللي فوق اللي نافع فيه الراجل، راه بنيتي تيكطر والله القسم تا كيفاه واقف وهو مريض، كيفاه البيت كله كطر بالقصير، والكوزينه مهده بالترياب راه الحديد ديالها، قال لي واحد الراجل انا لا جمعي راسك عندك هاد الكوزينه طي عليك وليداتك راه الحديد ديالها كيبان وكلها كتقطر، النهار اللي كتكون الشتاء انا كنكون خبز كنوض سارده. ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاله مؤثره. الدموع ما بقاش يخرجوا ليا، الدموع ما بقاش يخرجوا ليا، علاش؟ حيت القلب ديالي من الداخل باكي كثر من عيني، قلبي باكي كثر من عيني، والحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، واللي عطى ربي عويناته اخوتي المغاربه اخوتي المحسنين، راه اللي عطى ربي صحيحته يحمد ربي وشكره، واللي عطى ربي عويناته باش يشوف ويقطع الشانطي ويقضي حويجاته راه يحمدك يا ربي وشكره، وتحنا كذا ومثال حمدنا الله وشكرناه على كل حال، اللهم لك الحمد. د وليداتي كان يحلموا شله، الدريريه اللي كتحلم شله، هذا بس سولي هذه وغتعاود لك شنو كانت كتحلم الدريه سكينه، شكون وداك الدري عبد الجليل وداك الدريه سميره، كل مساكن كانوا يحلموا شو حلم، والحمد لله بغينا يتحقق عند الله سبحانه وتعالى عز وجل، يتحقق لنا عند الله، وما شفناش هنا بغينا نشوفوا ليه. وخوتي المغاربه دايم الله راه ما يدوم حال، راه ما يدوم حال على محال، انتم خوتي راك تسمعوني وتشوفوني، راني بنتكم وراني اختكم وراني اميمتكم، حنوا فيا بعينيكم شوفوا فيني بقلوبكم وحنوا فيا بعويناتكم، وسمحوا لي متي حيت السنان عندي ما كضرني فمي كضرني، ما تنقدرش بحال المره الهضره ما كتبغيش تخرج لي نيشان، حيت عندي الدراس داريني ما عادش نحيدهم، داريني الدراس ما عنديش نحيدهم، واش غنحيد دراسي؟ غاتشري الطبيبه غتكتب ليك الدواء وتقول لك سيري شري، باش غتشري؟ الدريه تمرض ليا خصك دوزي ليا تمشي للطبيبه ديال الحومه باش غادي تشري؟ ما كاينش باش غادي تشري، هذيك تحط لك 2000 ولا 3000 ولا 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 1000 ريال، هذيك 50 درهم باش غتجيبيها؟ الا خوات لك على البوطه الصغيره باش تعمريها، الا خاصك عقال السكر باش غادي تجيبيه؟ كيفاش غادي دير؟ كيفاش غدير؟ وليداتي كيتعلموا وانا كنتعلم بنيتي، هما كيتعلموا قدامي وانا كنتعلم قدامهم، وحمدتك يا ربي وشكرتك، وراه بنيتي اللي والد راه يجرب حق الكبده، راه الكبده صعيبه، ملي كنشوف وليداتي كيتعلموا وكنسمعهم كيتعلموا قدامي تيبكيو، واخا تيخبيو عليا انا كنحس، واخا ما كيبغيش يبين لي تيقول لي ماما حنا بغيناك انت ياما، ولكن انا قلبي كيحس، قلبي كيحس عليا من داخل، من ولادي من داخل كيتعلموا، وكون عازم معايا كاين شي امل في الطبيب ولا شي حاجه ما عنديش المشكل، ولكن ما عندناش الامل في الطبيب، املنا في الله، حيت وليداتي ديت دوزت ليهم ماشي ما دوزتش، جريت بهم جو معايا الناس وقفوا معايا ديت ندوزت ليهم، ولكن ما كاينش الامل، تيقول لك اودي هذاك الشيء عندهم في الشبكه، واخا نحيدوا لي من الجلاله هذاك الشيء عندهم راه في الشبكه ديال الراس، كيفاش ما عندنا ما غادي نديروا؟ الجلاله عندكم صغيره ومني كتكبروا كتبغى غادي تكبر معاكم، وبالفعل كتم غادي الجلاله كتكبر معانا كتكبر معانا، حتى كيمشي داك الشيء في خطره واحده ما كيبقاش صافي. هذا الشيء يا بنتي اللي كان، وهذا الشيء اللي كنطلب من خوتي المحسنين يتعاونوا معايا ويعاونوني، راه عندي الشراجم ما عنديش في المحيل، راه المحيل عندي ولكن ما فيش الشراجم، وراه زدت تخلعت مني قال لي الراجل راه غترفع عليك هذه الكوزينه، زدت ترعبت ما كنعش، كل ليله كنعس وانا كنقول شي نهار غنصبحوا طيح علينا الكوزينه وهدم عليا الدار، كل نهار كنعس كنقول يا ربي يا ربي حمدتك وشكرتك، غير ملي صبحنا غير ملي صبحنا وبقينا اللهم لك الحمد. ما نكذبش عليك يا بنتي، خايفة خايفة على وليداتي، خايفة على راسي،
خايفه على داك المسكين اللي كان كيجبنا لقمه العيش وما بقى مسكين يجيب والو ولا ما خدام والو ولا مريض. كيفاش غادي نديرو باش غنساعد راجلي اللي مريض وباش غنساعد ولادي اللي مرض؟ وكنطلب الله من خوتي المغاربه يشوفوني وسمعوني ويشوفوني بعويناتهم وحنوا عليا بقلوبهم رديهم الله راه ما يدوم حال ورجع في الله. شفتوا معنا مشاهدينا قصة مؤثرة ديال السيدة رشيدة اللي محرومة من البصر هي والأبناء ديالها الثلاثة، كتستجدي القلوب الرحيمة باش يشوفوا فيها بعين الرحمة ويعطفوا عليها. إلى اللقاء. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.